كتاب العلوم الصف الخامس كتاب الطالب الفصل الدراسي الأول الوحدة الأولى البيئة الفكرة العامة تتغير الأنظمة البيئية مع مرور الزمن نتيجة عوامل مختلفة أو بسبب الكائنات الحية قائمة الدروس الدرس الأول مفاهيم النظام البيئي الدرس الثاني أثر تغيرات البيئة في الأنظمة البيئية أستكشف مما يتكون النظام البيئي، خطوات العمل، بالتنسيق مع المعلم، أختار منطقة في حديقة المدرسة، ثم أحدد مساحة مناسبة منها مترا مربعا مثلا، مستعينا بتوجيهات المعلم. ثانيًا، أضع حدودًا لهذه المساحة، باستخدام الأعواد الخشبية والشريط البلاستيكي. ثالثًا، ألاحظ بالعين المجردة وباستخدام العدسة المكبرة موجودات هذه المساحة من كائنات حية وغيرها. رابعا أصنف ما لاحظته في مجموعتين مكونات حية ومكونات غير حية. خامسا أتواصل أناقش زملائي فيما توصل إليه كل منهم من موجودات في مساحته المختارة المواد والأدوات. عدسة مكبرة، متر قياس، قلم، ورقة، أعواد خشبية، شريط بلاستيكي ملون. مهارة العلم، الملاحظة. نتعرف الأشياء باستخدام حواسنا الخمسة، إذ يمكننا النظر إلى الأشياء أو لمسها أو سماعها أو شمها أو تذوقها. الدرس الأول مفاهيم النظام البيئي. الفكرة الرئيسية يتكون النظام البيئي من كائنات حية يرتبط بعضها ببعض بعلاقات وتتفاعل مع المكونات غير الحية المفاهيم والمصطلحات النظام البيئي ecosystem الجماعة الحيوية population المجتمع الحيوي community التنوع الحيوي biodiversity مكونات النظام البيئي يتكون النظام البيئي إيكوسيستم من الكائنات الحية والمكونات غير الحية التي يرتبط بعضها ببعض في بيئة ما، تختلف الأنظمة البيئية في حجومها، فقد تكون كبيرة مثل الغابة أو صغيرة مثل بركة الماء، علمًا بأن لكل نظام مكوناته الخاصة به، حين أهتم بدراسة مكونات النظام البيئي والعلاقات المتبادلة بينها. فانني امارس ما يمارسه علماء البيئه من ملاحظه وتدوين للبيانات وتحليل لها تعد الغابه نظاما بيئيا يشمل الكائنات الحيه مثل النباتات والحيوانات والمكونات والمكونات غير الحيه مثل الماء والتربه والهواء الصوره تحوي بركه ماء حولها بعض الاعشاب وحيوانات الجماعات والمجتمعات الحيويه الجماعه الحيويه population. مجموعه من الافراد من النوع نفسه وتعيش في نظام بيئي واحد وتتاثر بالظروف والاحوال نفسها وتملك قدره على البقاء فمثلا قناديل البحر التي تعيش في مياه, في مياه خليج العقبه تشكل معا جماعه حيويه في نظام بيئي مائي تختلف الجماعات بعضها عن بعض في خصائص معينه مثل الحجم جماعه حيويه من قناديل البحر في مياه خليج العقبه تظهر في الصوره وهي قناديل البحر تشبه الصحون ولكن تعوم في المياه نشاط الجماعه الحيويه المواد والادوات متر قياس قلم ورقه خطوات العمل أولًا أقيس طول الغرفة الصفية وعرضها، باستخدام متر القياس. ثانيًا، أستخدم الأرقام في إيجاد مساحة الغرفة. ثالثًا، أحصي عدد الطلبة في الغرفة الصفية. رابعًا، أستخدم الأرقام في إيجاد المساحة المخصصة لكل طالب في الغرفة الصفية. خامسًا، أفترض وجود عشرة طلبة آخرين في الغرفة الصفية، ثم أدون المجموع. مكررا الخطوة الرابعة سادسا أستنتج هل تتأثر الجماعة بتغير عدد أفرادها؟ يطلق على مجموعة الجماعات الحيوية المختلفة التي يمكنها العيش معا في نظام بيئي واحد وتتفاعل فيما بينها اسم المجتمع الحيوي كوميونتي فالجماعات الحيوية المختلفة من الإبل والأفاعي والنباتات مثلا تشكل مجتمعًا حيويًا في النظام البيئي الصحراوي. المجتمع الحيوي في الصحراء الأردنية ويضم جماعات من الحيوانات وجماعات من النباتات المختلفة. في الصورة يظهر جمل في الصحراء. التنوع الحيوي Biodiversity يمثل الأنواع المختلفة من الكائنات الحية التي تعيش في نظام بيئي ما. ويعد التنوع الحيوي مهما لان الكائنات الحيه يعتمد بعضها على بعض في الحصول على الغذاء وقد تتغير هذه الانواع بصوره مستمره نتيجه لعوامل مختلفه يمكن ان تكون طبيعيه مثل المناخ او تكون بتاثير العلاقات بين الكائنات الحيه او بفعل الانشطه البشريه يختلف التنوع الحيوي باختلاف البيئات التي تعيش فيها الكائنات الحيه المختلفه وتعد الغابات أكثر البيئات تنوعا خلافا للصحراء أتحقق أبين أهمية التنوع الحيوي في النظام البيئي تظهر ثلاث صور في الصفحة الأولى لمناطق باردة فيها أشجار وتكسوها الثلوج الصورة الثانية للغابات وفيها عدد كبير من الأشجار مع جدول من المياه وبعض الحيوانات الصورة الثالثة الصحراء فيها أرض صحراوية وفيها بعض الجمال والجبال مراجعة الدرس أولا الفكرة الرئيسية ما أوجه التشابه والاختلاف بين الأنظمة البيئية ثانيا المفاهيم والمصطلحات أضع المفهوم المناسب في الفراغ فراغ، الأنواع المختلفة للكائنات الحية في نظام بيئي معين. نقطة ثانية، أيضا فراغ، مجموعة من الأفراد من النوع نفسه وتعيش في نظام بيئي واحد. ثالثا، أستنتج كيف يتأثر مجتمع حيوي بغياب إحدى جماعاته. رابعا، أعمل نموذجا لنظام بيئي مائي. يظهر فيه التنوع الحيوي، خامساً التفكير الناقد، كيف تؤثر المكونات غير الحية في استمرار الأنظمة البيئية، سادساً اختار الإجابة الصحيحة، الصورة التي تعبر عن جماعة حيوية هي الصورة أ هي مجموعة من الأسماك في البحر، الصورة ب هي مجموعة خراف. الصوره جيم هي مجموعه حيوانات مكونه من ثعلب نسر خنزير غزال دب ونمر الصوره د عباره عن تنوع بيئي من الاشجار والنباتات والازهار العلوم مع البيئه اصمم مطوية وضح فيها دوري في الحفاظ على التنوع الحيوي في الأردن العلوم مع المجتمع أبحث في التنوع الحيوي للنباتات في منطقة سكني وأسجل عدد النباتات التي تعيش فيها ثم أعرض النتائج أمام زملائي نهاية الدرس الأول درس الثاني